اهلا بيكم اعزائي طلبه طالبات التعليم الفني في حلقه جديده وساعه جديده من ساعات التعليم الفني وساعتنا النهارده هتكون مخصصه لطلبه التعليم الصناعي. هيكون معانا ماده مهمه من مواد الصف الاول لتخصص النسيج وهي ماده التراقيم وبنستكمل فيها الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده وهو التراقيم والطرق حسابها وطرق وضعها بالنسبه لنا. احنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الترقيم الانجليزي. أو تراقيم الوزن الثابت بتتنقل النهارده لترقيم الطول الثابت. الفرق بين الاتنين إيه وموضوع النقلة ده طبعا هيعمل لنا مشكلة شوية بس في كترة الكو... القوانين بتاعتنا وطريقة وضع الأرقام أو التعويض داخل القانون. ده هيعمل لك مشكلة بس في البداية. لكن بعد كده أنت هتبدأ تاخد معانا إن شاء الله النهارده طريقة هتساعدك أن أنت ما تنساش هتفرق ما بين تراقيم الطول الثابت وترقيم الوزن الثابت. في تراقيم الطول الثابت آه النمرة هنا مش بتعتمد على الوزن زي اللي قبلها بتعتمد على طول ثابت هناك كان في وزن ثابت النهارده احنا بنتكلم عن طول ثابت هنفرق ما بين الكلام ده وهنعرفه بالتفصيل بس واحنا شغالين مع بعض طيب ايه الفرق ما بينهم الفرق اللي, اللي ممكن نقوله بالسنة عشان نقدر نفرق ما بينهم ونتذكرهم يعني احنا في التراقيم الوزن الثابت كان عندنا ميزان الميزان دوت كنت بحط آه في كفة الميزان وزن واحد رطل والكفة الثانية ببدأ أحط فيها شلل وكل ما زاد عدد الشلل وما زال وزنها رطل الرقم بتاعي بيزيد والتخانة بتقل في ترقيم الطول الثابت لأ أنا عندي طول هو اللي ثابت الطول الثابت ده أنا عايز أعرف هو رفيع ولا سميك هبدأ إن أنا أزود وزنه هيبقى السمك زيادة لأن الطول ثابت يعني مثلا هنا لو اتكلمنا عن من ادي الم وادي الم الالم ده سميك والالم ده رفيع شويه طيب الفرق بين الاثنين عشان اقدر اقول ان الاثنين دول آه واحد فيهم ارفع من الثاني الاثنين طول واحد لو انا جبتهم كده اهو ده طبعا الترقيم بتاعنا النهارده الاثنين طولهم واحد بس في واحد رفيع والثاني سميك ايه الفرق الفرق ان الرفيع وزنه اقل من السميك هنا بقى هيلعب معايا الوزن الدور المره دي كل ما زاد الوزن في الترقيم ده كل ما زادت التخانه هنا الرقم كل ما هيكبر التخانه هتزيد في الترقيم اللي فات كل ما كان الرقم بيكبر كانت التخانه ايه؟ بتقل يبقى تراقيم الطول الثابت في شكلها ومضمونها هي عكس تراقيم الوزن الثابت في الترقيم او في النمر او في الارقام اللي بحطها على الخيوط يعني نمره مثلا 30 تكس آه لو قارنتها بنمره 100 تكس 100 جرام يعني في احنا برضو هنفسر الحته دي يعني ايه 100 ويعني ايه 30 نمره 30 تكس ونمره 100 تكس واحده فيهم هي اللي سميكه واحده فيهم هي اللي رفيعه هتبص تلاقي كل ما زادت النمره عندي هتبص تلاقي التخانه عندي قاعده بتزيد الثابت بتاعي عادي ثابت مفيش مشكله الطول عندي ما اتغيرش بس كل ما انا قاعد ازود الوزن عندي على النمره بتاعتي هتعرف ان انت بتوصل لتخانه اعلى فبالتالي هتلاقي نمره 100 تخينه شويه عن نمرة 30، على عكس ما كنا شغالين في الترقيم الانجليزي، كنا بنقول نمرة 30 طبعا الارقام هناك اقل من من كده، لكن تعال بقى ناخد نفس الارقام اللي احنا حطيناها في التكس ونقول انا عندي نمرة 30 ونمرة 100، قطن مثلا. لو جيت تقارن 100 ب 30 هتلقى ال 100 هي الأرفع وال 30 هي الأسمك، سمكها عالي، ده في التراقيم ايه اللي فاتت. التراكيم اللي فات طبعا مفيش رقم 100 في التراكيم الانجليزي عموما بس احنا بنقوله عشان يبقى الارقام متقاربه مع بعض نمره 100 تكس وصاد 100 ايه قطن اه لو قارنت الاثنين ببعض ايهما ادخن هتلاقي ان المية 100 القطن بتاعت العاديه دي رفيعه اما المية 100 تكس بالنسبه لتراكيم التكس سميكه في بقى حاجة تانية هناخدها إن شاء الله في الجزء التاني من منهجنا إنك هتقارن النمر ببعض وتعمل حاجة اسمها نمرة معادلة، نمرة 100 تكس دي تقاربها أو تقابلها إيه في القطن؟ ده طبعًا هيبقى موضوع كبير وموضوع جميل جدًا هناخده في الفترة الجاية. لكن طبعًا في جزء مهم عندي أنا دلوقتي بقول إيه؟ إن أنا هنا بعتمد في التراقيم التكس والدنيار على طول ثابت، طبعًا التكس له طول ثابت 1000 والدنيار له طول ثابت 9000. ده بالنسبة للأطوال الثابتة. اما الاوزان فالاوزان في الترقيمين الاوزان عندي بالجرام غير الترقيم اللي فات خد بالك انت هتجيلك بعد كده في المسائل اوزان مطلوب تحويلها لان هي مش بالجرام انا هنا المفروض عندي الوزن عندي بالجرام هيجيلك بالرات لازم تحوله هيجيلك بالأوقية لازم تحوله فالتحويلات هنا هتكتر وهتكبر وهي في ثلاث مراحل من التحويل لان انت مثلا لو قلت لك انا عندي 10 اوقيه عايز احسب الوزن عايز احسب نمرتهم بس ال10 اوقيه دول انا عايز احسب نمره الخيوط دي بترقيم تكس فلازم اتحول من الاوقيه للرطل ومن الرطل للايه للجرام ده برضو جزء هنعرفه برضو واحنا شغالين في المسائل بس بندي عنده فكره في الاول طب انا بقى عشان احسب الوزن بتاعي او احسب الطول بتاعي او احسب النمره بتاعتي في الترقيم ده بعتمد على ايه انا هديك زي قانون كده بينا وبين بعض هتجيب منه ازاي تعوض في المساله. والقانون اللي احنا هنرسمه دلوقتي قدامنا انا بتكلم فعلا ان احنا هنرسمه. هتاخده وتبدا تجمع الشكل التعويض بتاعك على حسب المطلوب في المساله. فانا كده عندي كام ترقيم؟ عندي ترقيمين. هنيجي بقى مع بعض كده ونرسم القانون الاولاني اللي احنا هنحسب على اساسه الترقيم الاولاني والترقيم الثاني برده. الفرق مش هيبقى كبير جدا في شكل القانون لا شكل القانون واحد. تعالوا كده نرسم القانون ونشوف هنعمل فيه ايه اول حاجة هنا بالنسبة لي احنا بنتكلم عن التكس فبالتالي لما اجي اتكلم عن ترقيم التكس وابدأ اعمل المقص بتاعي ده واجي هنا على الجزء ده هكتب هنا نمرة تكس واجي هنا هكتب الالف بتاعت الثابت وتحت النمرة النمرة عندي هنا بتعبر عن وزن فيبقى هنا عندي وزن جرام وتحت الالف دي الالف بتعبر عن طول هيبقى هنا الطول بالمتر ده شكل القانون كل الفرق ما بين التكس والدينير ان هحط نفس الشكل ده كده بنفس الهيئه وهعمل بس ايه 9000 ادي هنعمل هنا برضو القانون هنا بشكل صغير على الجنب هنا وهنكتب هنا ال 9000 بتاعتي وهكتب هنا النمره في الحاله دي دينير وهكتب هنا برضو الوزن بالجرام هي هي مفيش فرق وهكتب هنا طول بالمتر القانونين مختلفوش عن بعض الشكل واحد ووضع الترقيم واحدة كل اللي ان انا هنا لما جيت اتكلم عن الطول الثابت هنا كان فيه الف وهنا الطول الثابت هنا كان فيه تسعة تلاف. ترقيم التكس ترقيم لجميع انواع الخيوط هنا ترقيم الدنيار في الاساس هو معمول للحرير للحرير اصلا طول الفتلة نفسها او طول الشعر نفسه فيه طويله جدا فبالتالي ببدا ان انا اشتغل على ايه على ال 9000 دي عشان اقدر ان انا اشتغل مع النوع ده من الترقيم بس ما يمنعش ان ممكن اجيب خيط قطن وابدا احسبه على ترقيم الدنيا عشان يديني ايه رقم بالتالي انا هنا شفت الكلام ده وعرفت ان القانون ده بالشكل ده خلينا دايما قريب مننا القانون عشان نشتغله تعال نتكلم بقى على شكل تاني وهي شكل الخيوط انا ازاي هعرف وهفرق ما بين الخيوط وبعضها انا هنا بيقول لي ايه بيقول لي أنا عندي خيط هنا طوله ألف متر ووزنه عشرة جرام، تمام كده؟ وهاجي هنا هعمل خيط طوله ألف متر ووزنه ميتين جرام، الفرق ما بين الخيطين واحد رفيع والتاني سميك طيب على اساس ايه هبدا احسب النمره على اساس الوزن هنا ده وزنه 10 جرام وهنا ده وزنه 200 جرام يبقى الخيط ده نمره 10 الخيط ده نمره ايه 200 يعني معنى كده ان الترقيم بتاعي ده مبني على ايه مبني على طول ثابت طوله ايه 1000 متر والوزن بتاعه هيعبر عن نمرته طوله 1000 متر والوزن بتاعه هيعبر عن نمرته طب لو ده طوله 2000 متر ووزنه 20 ايه جرام هبدا ان انا اعمل الحسبه بتاعتي عشان اقدر ان انا ايه اوصل للطول بتاعي فبالتالي برضو هقول ايه يبقى هنا النمره عموما هتعبر عن الوزن مضروب في الالف على الطول الاساسي اللي هو الالف لازم استعمل الثابت على الثابت يعني مثلا لو انا جيت احل مساله زي دي مثلا هنقول هتتحل ازاي طبعا من القانون فاكرين المقص ادي آه المقص بتاعنا عشان يبقى جنبنا تمام؟ فهنقول هنا كان في نمرة، وهنا كان في ثابت، وهنا كان في وزن، وهنا كان في طول، الوزن دايماً بالجرام والطول بالمتر، تمام كده؟ تعالى بقى نعوض هنا نقول إن القانون ده هحل بيه المسألة دي، هيقول لي إيه؟ هيقول لي الوزن بالجرام في الثابت، مش دول معلومين؟ ده وزن جرام معلوم، في الثابت على الطول بالمتر، دي مش معلومة. كل اللي هعمله هعمل طرفين في وسطين الاثنين المعلومين دول فوق في البسط والمجهول اللي قصاده المجهول تحت في المقام يبقى هنا 10 جرام طولهم 1000 والثابت كمان 1000 يبقى هنا اولا هتبقى ال 10 في 1000 على 1000 طبعا ده هيروح مع ده هيتبقى لي الخيط نمره 10 ايه؟ هكتب 10 تكس في الحاله دي ده النمرة بتاعت الخيط ده أخوه بالظبط لما أجي أحسب المسألة دي هيقول لي بيساوي آدي ال 200 مضروبة في ال 1000 على 1000 لا هتروح مع دي وهتساوي 200 200 إيه؟ 200 تكس تمام؟ طيب؟ كده إحنا عرفنا إن في فرق في الأطوال وفي الأطوال ثابتة لكن الفرق فين؟ الفرق في الأوزان بمعنى أصح أنا كل اللي بعمله إيه؟ بجيب طول ثابت وأثبته إن التكس طوله 1000 وهجيب جميع أنواع الخيوط اللي في الدنيا وأبدأ أحسبها على أساسه. طب ليه أنا باخد الترقيم ده في التوقيت ده؟ وإيه وضعه بالنسبة لي؟ إيه موقعه من الإعراب في نص التراقيم اللي أنا بتعلمها؟ أولًا هو ترقيم التكس من التراقيم المنتشرة عالميًا. يعني مش قليل جدا مثلا ما تيجي تركب تمسك او تجيب بكره خيط خيط الخياط على فكره بيبقى مكتوب عليه النمره بتاعته برضه وابدا احسب نمرته بمعنى اصح انا محتاج اكون عارف الرقم ده ليه لان انا عندي مجموعه من الخيوط بتكون موجوده عندي على مكنه نسيج احنا بنتكلم عن تخصص النسيج عموما يعني واخواتنا برضه في نفس التخصصات اللي هم بيستعملوا الخيوط معانا قسم التريكو قسم الملابس قسم الغزل وقسم تجهيز المنسوجات يبقى انا عندي هنا خمس تخصصات بيستعملوا الخيط الخمس تخصصات دول لازم يكونوا عارفين ازاي يتعاملوا مع الخيط وازاي يعرفوا رقمه بالتالي يبقى هنا عندي في الغزل محتاج اعرف الترقيم بتاعي الخيوط لان انا اصلا اللي بنتج الخيط في قسم الغزل وبعد كده بيدي الخيط دوت لقسم النسيج بيحوله لقماش فبالتالي قسم النسيج لازم يعرف ترقيم الخيوط عشان يعرف يتعامل معاها بعد كده عندي قسم الثاني اللي هو قسم التريكو برضو بيستعمل الخيط في عمل انسجه من التريكو فبالتالي لازم يكون عارف نمرته هو طبعا له مواصفات خاصه في الخيوط بتاعته قسم الملابس الجاهزه بيقوم بعمليه تفصيل للقماش بتاعنا فبالتالي بيحتاج خيط الخياطه او بنسميه حياكه وفي نفس الوقت ساعات بيبقى محتاج يعرف الخيوط اللي قدامه دي سمكه لان هو بيشتري او هو اللي بيطلب الطلبيات اصلا منك اصحاب المصانع الملابس الجاهزه بيقول لك انا عايز 100 متر قماش ويديك المواصفه بتاعته انا عايز خيط نمره كذا لو هو عنده فكره عن الموضوع فبالتالي هيقدر يقدر يطلب منك مواصفه سليمه وبالتالي تقدر انت تاخد المواصفه دي وتروح تحطها فين؟ تحطها عندك على المكنه بتاعتك وتبدا تنتج المطلوب منك تمام كده طب قسم التجهيز ايه علاقته بالخيط قسم التجهيز اصلا بيلون الخيط بيصبغ الخيط فبالتالي محتاج يكون عارف الخيوط اللي داخله دي نمرها ايه عشان يقدر يبقى فاهم محتاجه كميه صبغه قد ايه مثلا ده ده خطوه من الخطوات اللي بيعملها قسم التجهيز في الجزئيه دي انه يعرف النمر عشان يقدر يقدر كميات المواد اللي هيعالج بيها الخيط ده فيما بعد اثناء عمليات التجهيز بتاعته وكذلك برضو لما بتبقى على قماش وهكذا بقى ايه من الاستخدامات الكتيرة جدا لنمر الخيوط لكن تعالى بقى على قسمنا احنا انا بيبقى عندي مكنة نسيج شغالة بخيط معين الخيط ده قطع مني بتحتاج ان انا اعمل له عملية وصل ما هو المكنة مش هتفضل شغالة طول الوقت سليمة لا هيجي لي وقت ان يقطع خيط خيط في حتة تعبانة او ضعيفة فبالتالي قطعت او اي معامل خارجي وصل ان الفتله دي قطعت انا كراجل نساج واقف على المكنه دي محتاج ان انا اخد فتله مشابهه للفتله اللي موجوده عندي بنفس التخانه عشان اعمل لها عمليه الايه الوصل طب وهتفرق معايا ايه هنا في قسم النسيج ان انا ما اجيب اي فتله وابدا اعمل لها عمليه الوصل واشدها وتشتغل نسيج عادي هقول لك هيفيدك في ايه هيفيدك في حاجه مهمه جدا اللي هي من ضمن عيوب النسيج اللي انت هتاخدها فيما بعد في سنه ثانيه وسنه ثالثه هيجي لك عيب من العيوب بتاعتك ان فتل وجود فتله سميكه في القماش فتله وحيده سميكه في القماش عارف ده هتبقى عامله ازاي لو قدامنا مثلا الورقه اللي احنا بنكتب عليها دي وبدانا نمشي ايدينا عليها هتبص تلاقي ان في جزء سميك ظهر طيب لو عملنا العكس حطينا فتله ارفع من الموجود هتعمل شرخ في قلب القماشه يعني ايه شرخ يعني لما تيجي ترفع القماشه كده في النور هتلاقي في فتحه بطول الفتلة الرفيعة اللي تم وضعها في وسط الخيوط السميكة لأن الخيوط مش هتضم عليها ليه؟ الخيوط ليها مجال هي عارفة موضعها فين بالظبط فبالتالي شدتها هتخليها بعيد أو هتسيب فراغات حوالين الفتلة بتاعتك حتى لو فتلة منهم اتجنبت وقربت منها التانية هتلاقيها في بعد هتلاقي المنطقة دي منطقة وجود الوصلة دي فيها مشكلة طب وهي ليه مسافة الوصلة ما أنا معنى كده إن أنا كان ممكن أخليها طول القماشة الوصله فيها مشكله ان انت بتوصل الفتله اللي انت جبتها في مسافه صغيره هي مسافه القطع فكل ما طولت منك المسافه كل ما العيب ظهر عندك على سطح القماش بنسبه كبيره طب الكلام ده هيعوضني ايه فيما بعد؟ هيعوضني ان القماشه بتاعتي مش هقدر اسوقها ليه؟ انا اللي يهمني عندي جوده القماش كل ما زادت جوده القماش اللي انا بنسجه هقدر ان انا اسوقه وده المطلوب فبالتالي لازم احط خيوط من سمك معين والسمك ده لازم يكون ثابت بطول انتاج القماشه طول ما القماشه شغاله عندي بيتم انتاجها على المكنه لازم جميع خيوط السده تكون من نمره واحده طب انا اقدر اغير اه تقدر تغير تقدر تشتغل باكتر من نمره على السده طب ما هنرجع تاني كده ما احنا قلنا من شويه ان في وجود فتله سميكه في المكان ده هتعمل مشكله او فتله رفيعه هتعمل مشكله كده بقى السده كله هيبقى عامل مشاكل هنقول لا انا في الوضع الثاني ده بحط نمر مختلفه عشان اعمل نقشه على سطح القماش فبالتالي مصرح ليا ان اعمل الكلام ده هناخد انسجه فيما بعد بتستعمل مطوتين سدة ممكن في كل مطوه يبقى عليها خيوط مختلفه عن بعض في النمر وممكن في المطوه الواحده في الحاله دي وده هعمله في نسيج الاقلام وهقول لك شبيه ليه ايه في السوق هحط اكتر من نمره موجوده عندي على السده طيب وده هيعمل ايه هيعمل لك تكدس في الم معين انت هنعمل بقى اقلام عارفين طبعا قماش الاقلام يبقى فيه خطوط طوليه هعمل تكدس للخيوط في مكان معين وهعمل هوضع كميه خيوط بنسب معتدله في مكان تاني او في الم تاني فبالتالي هيديني الم مكدس بالخيوط والم في الخيوط بشكل ايه شكلها الطبيعي او واخده راحتها او واخده وضعها الطبيعي في وسط القماش او حتى فيها بينها وبين بعض تباعد يعني اقدر اعمل تباعد اقدر اعمل تكدس اقدر اعمل حل وسط بين الاتنين لا هو تباعد ولا هو تكدس طب ده هيديني ايه على سطح القماشه هيديني شكل جمالي على سطح القماشه هجمل بيها القماشه وهقدر ان اظهر القماشه بشكل المطلوب ده طبعا كلها افكار وكلها تصميمات باشكال مختلفه اقدر ان انا احطها على القماش مش شرط يكون النقشه عندي بالالوان ده انا ممكن اجيب قماشه ساده ودي بنشوفها في السوق هنلاقيها حتى في قماشه الفرش بالاكتر ان عندي تبقى القماشه مقلمه بس ما فيهاش نقشه ولا فيها الوان كمان تبقى بلون واحد بس مقلمه جابت التقليمه منين؟ جابت التقليمه بوضع نمر مختلفه كل قلم له فيه نمر غير التاني وغيرت كمان التراكيب النسجيه ده انا هلعب لعبه تانية خالص بقى ده انا هغير تركيب نسجي وكمان هغير سمك الاقلام في الحاله دي هيديني مظهر جمالي على سطح القماشه ليها ابعاد تانية باخدها عشان اقدر اشغل النوع ده من التراكيب النسجيه على المكنه او حتى النوع ده من القماش بس ده طبعا هنبدا نفهمه لما نبدا ناخد او نعرف المنهج بتاعنا في الثلاث سنين بتاعنا بيشتغل على ايه او بيدينا ايه او احنا المفروض نكتسب ايه بناء عليها تبدا لما توصل سنه ثالثه ان شاء الله هتلاقي نفسك عارف كل المهارات المهمه في عمليات النسيج كده احنا فهمنا شويه عن موضوع النمره واهميتها بالنسبه للقماش ده انا اقدر اعمل بيها حاجات كتيره جدا بالتالي لازم ابقى فاهم انا ازاي اطلب الخيط بتاعي من المخزن انا كرجل نساج بجيب الخيوط بتاعتي من المخزن بتاع الغزل لان انا بالنسبة لي بشتغل بالخيط وبحوله قماش فبالتالي هروح لمخزن الغزل واقول له انا عندي قماشة محتاج ليها عشرين كيلو خيط من نمرة تلاتين قطن او عشرين كيلو خيط من نمرة مية تكس فبالتالي هاخد الخيوط بتاعتي وابدا ان انا اروح اعملها عمليه التسدية وابدا اشغلها طب الكلام ده على السده طب واللحمه نفس الكلام اللي احنا قلناه على السده بيتعمل مع اللحمه بس اللحمه فيها ميزه تانية بقى اللحمه ممكن تبقى الكونه اللي انت حطيتها اصلا على المكنه طلعت غلط دي مشكله اكبر بقى مش ان انت وصلتها لان عمليه الوصل على اللحمه بتبقى قليلة جدا ان انت توصل ايه ما انت ما نجي اسحب اللحمة خالص من النفس اللي اتقطعت دي وبحط لحمة بالطول جديدة المشكلة بقى لما تيجي تحط اللحمة الجديدة انك انت تحط نمرة غير النمرة لو حطيت نمرة غير النمرة والمكنة اشتغلت مش هتعمل لك شرخ مش هتعمل لك مشكلة بسيطة في مسافة معينة بتعمل تخانة لأ ده انت هيعمل لك تغير في شكل القماشة على مدار الكمية اللي أنت سحبتها من الكونة. مثلا أنت ركبت الكونة بتاعتك وسحبت منها الخيط أو اللحمة بتاعتك، وأنت بتسحب اللحمة بتاعتك مكانتك سريعة. فبتعمل في الدقيقة 3-4 متر. فأنت اكتشفت الكلام ده بعد دقيقتين. فبالتالي القماشة باظ منها 6 متر. فبتنزل طبعا احنا بنشوف في الأسواق أقمشة بتتباع باسعار زهيده ما تعرفش بتتباع بالاسعار الزهيده دي ليه من ضمن العيوب اللي ممكن تكون فيها الحته اللي احنا بنتكلم عليها دي تم نسج لحمه بنمره معينه في جزء وبنمره معينه تانية في الجزء التاني ادي عيب ما تنفعش تتباع القماشه لمصنع ملابس لان هيديني قماشه تقيله في قميص مثلا هو هيفصلها قمصان رجالي هيديني قماشه تقيله في قميص وقماشه خفيفه في قميص وهو مش عايز الكلام ده عنده في المصنع بالتالي لما يجي يستلم منك الشغل هيقول لك القماشه دي او التوب ده انا مش محتاجه فبالتالي انت هتاخده لان الغلط من عندك انت ده عيوب صناعه بتاعتك فبالتالي انت هتاخدها وتحاول ان انت تسوقها على الاقل حتى تجيب الخامات فبتبدا تنزلها في الاسواق الشعبي فبتتباع بالشكل ده عشان كده من ما من نفرحش ان يعني في قماشه مثلا معروضه في محل محلات الاقمشه بسعر معين مثلا وليكن مثلا لو مثلا ان المتر فيها ب 100 جنيه وبتيجي تلاقيها في مكان تاني في سوق شعبي معروضة ب 20 جنيه. ده هو بيحاول يجيب بقدر الإمكان حتى مش مش تمن العمالة، عايز يجيب حتى على الأقل جزء من تمن الخامات اللي استهلكتها القماشة دي على المكنة بتاعته، لكن هي بتكون قماشة خسرانة بالنسبة له. ليه؟ لأن هي ما تنفعش حتى تتعمل أي حاجة بالنسبة للجزء ده، حتى لو خد منها جزء يعمله، طبعًا اللي بيشتري بيشتري أجزاء. فبالتالي أنا راح أشتري 3 متر أو 4 متر فبالتالي ما عنديش مشكلة بس هكون مبسوط إن معايا النوع ده من القماش فبالتالي ده السبب ان عندي اقمشه بتتباع في اماكن أم البيع العاديه اللي ما متعرف عليها واقمشه بتتباع في الاسواق الشعبيه الاسبوعيه مثلا فبتلقى مثلا الاسواق دي هتلقى الاسعار فيها معقوله بسبب ايه عيوب بسيطه زي كده احنا بنسميها عيوب بسيطه بالنسبه لهم هم عيوب جسيمه ان اللي هم اصحاب مصانع ملابس الجاهزه طيب في عندي بقى طبعا لو دخلنا في العيوب ده هيبقى موضوع تاني هيخرجنا عن حلقتنا لكن احنا هنتعلم الكلام ده ان شاء الله في السنه الجايه سنه تانيه وسنه تالته ازاي اعرف العيوب وازاي اتلافيها وازاي اعالج البسيط منها لان الجسيم صعب علاجه تمام كده نرجع لموضوع الترقيم بتاعتنا واحنا بنتكلم عن تراقيم الطول الثابت وشغالين على تراقيم التكس ان ترقيم التكس بيعتمد على ايه بيعتمد على طول ثابت والنمرة هي عدد جرامات الطول ده بمعنى تعالوا بقى نفسر الكلام ده بشكل تاني أوضح لأن طبعا تعريف النمرة ده مهم عندنا وأنا بحب دايما أعلمه لأولادنا لأن أقدر أجيب منه القانون لو أنا فهمته كويس. تعالى نعرف أو نتعرف على قانون ال أو تعريف النمرة تكس. النمرة تكس تعالوا كده نكتبها هي عبارة عن إيه؟ لو قال لي مثلا 20 تكس تعالوا كده نشوف هنكتبها ازاي او هنفسرها ازاي. 20 تكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن 20 جرام طولهم 1000 متر. 20 تكس يعني 20 جرام طولهم 1000 متر، طب التعريف العام؟ التعريف العام بيقول لي هي عدد الجرامات الخيط طوله ألف متر ما بعدتش كتير انا شلت العدد وحطيت مكانه الرقم يعني كلمة عدد بس الفرق ان انا هشيل كلمة عدد واحط الايه الرقم نمرة 100 تكس هي 100 جرام طولهم 1000 متر تخيل بقى ان الطول ده جي مرة جي بالشكل ده ومرة جي بالشكل ده ومرة جي بالشكل ده إن هو خطين جنب بعض. ده سمك تاني يبقى عندي سمك اتنين تلاتة. في فرق في السمك لكن الطول احنا هنثبته دي ألف ودي ألف ودي ألف. الأرفع هو الأخف. كل ما قل الوزن هيديني فتلة رفيعة. كل ما زاد الوزن هيديني فتلة إيه؟ سميكة وده المطلوب، المطلوب مني إيه؟ إن أنا أحافظ على الطول بتاعي ده. وابدا ان انا اقول النمره بتاعتي هتعبر عن ايه فبالتالي انا هنا فهمت الفرق ما بين سمك الخيوط وبعضها ومفترض معايا بقى ان انا ابدا ان انا اطلع اشوف شكل المسائل اللي هيكون مبني عليها النوع ده من التراكم احنا هنا قلنا ان 20 تكس هي 20 جرام طولهم 1000 متر 100 تكس هي 100 جرام طولهم 1000 متر 120 تكس كذلك نفس النظام فبالتالي بقى النمره هي عدد الجرامات لخيط طوله 1000 متر طيب معنى الكلام ده إن نمرة 100 نمرة 100 ولا نمرة 200 ولا نمرة 120؟ أنا لو أقول لك رتبهم مين فيهم اللي تبقى الأول الأرفع ثم الأسمك؟ أنا عندي النوع ده من المسائل برضه موجود عندي أيهما أرفع في الخيوط دي؟ أقلهم وزن هو الأرفع طب ايه ال 200 رقمها كبير 120 رقمها اكبر من ال 100 يبقى انا عندي, عندي ال 100 في الحاله دي هي الارفع ايهما اسمك او اتخن الاتخن هنا اكبرهم نمره يبقى هنا ده هنا هيكون سميك تمام كده ده الفرق ما بين الايه ما بين النمرتين نمره 100 رفيعه بالنسبه للارقام دي ونمره 200 سميكه طب لو حطيت ال 100 وجنبها 80 وطبعا مفيش اقل من كده بالنسبه للارقام بس انا هنقول مثلا يعني ان انا وانا بحسب نمره لقيتها 40 الروف دي بالنسبه للتكس رفيعه جدا يعني تكاد لكون انت مش شايفها ان يعني يبقى 1000 متر طولهم ووزنهم 40 جرام 40 جرام ده يعني وزن قطعه شوكولاته فبالتالي يعني ده بالنسبه لي رقم قليل جدا فتلاقي الفتله دي على الطبيعه رفيعه جدا يبقى هنا الاسمك في دول او الادخن في دول هي 100 الارفع هي الاربعين. 40 يبقى ده رفيع وده سميك وصلنا كده ان احنا عرفنا الفرق ما بين النمر وبعضها يبقى احنا محتاجين كده ندور على ايه على المسائل احنا كده فهمنا وعرفنا <applause> طيب وانا شغال كده وعرفت ان في فتل رفيعه وفتل سميكه وانا رايح للمخزن بقى اطلب أنا هطلب وأقول له والنبي إديني فتلة من الفتل الرفيعة وخلاص ولا هقول له بقى بالرقم مش أنا بقيت شاطر وبعرف أحسب بالترقيم بتاعي أقدر من حساب الترقيم ده أعمل إيه؟ أعمل الحسبة بتاعتي حتى بالوزن، في طريقة حلوة جدا عشان أعرف بيها النمر بعيد عن الموضوع ده وهي إن أجيب الخيط وأروح أوزنه وأقيس طوله. هتلاقي من ضمن الشغل بتاعك إنك أنت عندك عينات خيط. يقول لك احسب نمرتها. ده اللي احنا بنشتغل على اساسه، يبقى هنا بيقول لي ايه؟ خيط اه أخذت عينة خيط وكان وزنها 20 جرام وطولها 200 متر، احسب نمرتها بترقيم تكس. أنا عايزك أي مسألة في الدنيا لما تاخد بس بياناتها تعرف هو طالب إيه حتى من غير ما تبص عليها وتعرفها. عندنا في سنه ثالثه برضو احنا برضو عندنا ماده الترقيم بس بتغير اسمها في السنوات اللي جايه ان شاء الله يبقى اسمها من سنه ثانيه ماده التخطيط. ماده التخطيط هي ماده حسابات بتكمل شغل التراقيم فيها بس فيها جزء بس كده بيتكلم عن المصنع وتنظيمه والكلام من ده. في الجزئيه دي انا باخد مسائل مبنيه على التاسيس بتاعك في سنه اولى، يعني لو انت عارف تفرق ما بين النمر الانجليزيه والنمر الطول الثابت هتقدر تحل المسائل فيما بعد ليه لو اتعلمت وعرفت ايه المطلوب من المساله هنا طبعا لو جينا نكتب مساله مع بعض عشان نقدر نقول هو محتاج ايه طبعا احنا بنتكلم عن ترقيم التكس فالمساله هتكون موجهه لترقيم التكس ايا كان الخامه الموجوده عليها فبيجي هنا يقول لي ايه عينه من خيط قطن العينه من خيط القطن طولها هنقول نخليها 200 متر وتزن 20 جرام ما دام اداني طول واداني وزن يبقى اكيد الراجل ده عايز ايه؟ عايز نمرة، أيًا كان أنا هنا حطيت تكس أو حطيت قطن، كلمة قطن موجودة، ممكن في قراية المسألة كده من غير ما يحط أي ترقيم تحلها على ترقيم القطن. طيب لو حطها كده وطلب إحسب نمرتها تكس، هتفرق معايا؟ لا، هي كانت شكلها مسألة قطن أول ما قريت كلمة قطن، لكن طيب أول ما كتب لي كلمة تكس لازم احل المساله عندي على ترقيم التكس واحنا قلنا هنا في ترقيم التكس اعمل ايه هعمل المقص لازم اعمل مقص في البدايه هنا هنخلي المساله كده معانا وهنقلب على الورقه الثانيه على طول وهنكتب البيانات بتاعه المساله مره ثانيه انا هنا عندي ايه عندي الطول 200 متر وعندي الوزن 20 جرام وعندي النمرة تكس يعني السبب بتاعها ألف هطلع على طول هنا واروح على على جنب عامل المقص عشان انا ما اعرفش مين هيكون على مع مين ومين في مين هعمل المقص بتاعي هكتب هنا تكس وهكتب هنا ال1000 وهكتب هنا الطول آه تحت الثابت اللي هي ال متر وتحت النمرة هكتب الى عشرين جرام لو جات حاجة غير الجرام لازم احولها احنا النهاردة هنشتغل بدون ما نعمل تحولات لكن ان شاء الله في الحلقة الجاية نعمل تحولات وزي ما قلنا احنا نجيب الالة عشان خاطر برضو نشوف عملية الحساب بتتم ازاي يبقى هنا انا حطيت عوضت بالمعطيات دي في المقص طيب احنا دايما قلنا إن اللي قصاده مجهول ينزل في المقام، هنا نقول نمرة تكس بتساوي شد شرطة كسر كويسة، مين اللي هينزل في المقام؟ هتنزل اللي قدامها المجهول يبقى هينزل الطول بالمتر 200. طب والاتنين المعلومين حاجة رياضة بقى دي مش مش تراقيم الاثنين المعلومين هيتضربوا في بعض فوق، ادي 20 في 1000، يمكن احنا حطينا الارقام قريبة من بعضها عشان خاطر تبقى سهل إن احنا نعرفها، لكن هنا طبعاً الصفرين دول بيروحوا مع صفرين من اللي فوق وهكذا، هتبص تلاقي الاثنين على الاثنين فيها الواحد فبالتالي هنا خلاص الموضوع منتهي. بالتالي هتبقى هتبقى ال 20 في النهايه في ال 10 هتساوي 200. في الحاله دي مش 200 متر في الحاله دي 200 تكس. تمام كده؟ لو ضربتها على الآلة هتجيلك الرقم بتاعي ده، لا ده هنا مش هيبقى 200 معلش هيبقى 100، لأن هنا طبعًا 2 على بعض هيبقى 1 هتبقى في النهاية النمرة دي نمرة 100 تكس. يبقى أنا بس في الحسابات أدي 2 على 2 فيها الواحد. هخلي الواحد معايا فوق هيتضرب في العشرة الموجودة هنا يعني بقت دي عشرة في عشرة بمية هيطلع لي رقم المية تكس يبقى هنا معنى الكلام ده بقى لما يجي يقول لي فسر لي النمرة دي يعني ايه؟ هيقول لي هي عبارة عن مية جرام لخيط طوله كم متر؟ الف متر يبقى انا لو رحت خدت العينه دي اللي انت وزنتها هنا وطلعت 200 ال 200 متر وزنهم 20 جرام ال 200 متر دول حتى لو انا من غير الحسابات بتاعتي دي كده كانها مش موجوده زود كمان 200 هيبقى 40 زود كمان 200 هيبقوا 60 زود كمان 200 هيبقوا 80 كمان 200 هيبقوا 100 يبقى خمس ميتينات هيدوني نمره 100 بالتالي كل 1000 متر من دول هيبقى وزنه 100 جرام برضو جبتها من غير حسابات عشان انا فاهم طب لما الارقام هتكون كتير الموضوع هيختلف معايا شوية عشان اقدر ان انا اعمل عملية الحساب بتاعتي واقدر اطلع بالترقيم بتاعي بالشكل المطلوب طب هل هو في كل مرة هيطلب مني النمرة بس ولا في طلبات تانية ممكن يطلبها مني وهو اثناء ما هو بيحسب الحسبة بتاعته طبعا في طلبات تانية ان التراقيم عندي مش مبنية على النمر بس ليه وليه بتتعلم حاجة تانية غير النمر في الحسابات لان انت مطلوب منك في سنة تالتة تحسب حاجة اسمها الاطوال والاوزان طب الاطوال والاوزان دي طبعا مادة التخطيط برضو احنا بناخدها هنا مع بعض ممكن لو طلعت عندنا على قناة اليوتيوب الخاصة بقناة مصر للتعليم الفني هتلقى ان في حلقات تخص مادة التخطيط اتفرج عليها هتلاقيه المادة العلمية نفسها قريبه في الفكره من اللي انت بتاخدها في سنه اولى فبالتالي كل بيسد عليها خطوتين ثلاثه كده جمال بيعتمدوا على ذكائك انت مش بيعتمدوا على حاجه جديده ذكائك انت فاهم هتعرف تحل فاهم ايه فاهم الحاجه اللي احنا شغالينها مع بعض دي دلوقتي فبالتالي ده هيساعدك ان انت ايه ان انت تكون قادر تمارس التطبيقات الرياضيه الخاصه بماده التخطيط من السنه اولى لغاية سنة ايه تالتة ونظام خمس سنين لغاية سنة خمسة واحنا عارفين طبعا منهج الخمس سنين متقارب او هو هو من اولى لتالتة هو شبه نظام الثلاث سنين فبالتالي احنا كده النهاردة احنا بنتكلم الصفين الصف الاول في نظام الثلاث سنين والصف الاول في نظام الخمس سنين منهجنا واحد طيب بالنسبة بقى للمسائل وشكلها احنا قلنا ايه قلنا ان لما بيكون عندي طالب مني حاجة معينة مثلا زي ايه زي النمره عرفنا حساباتها طب لو طلع حاجه غير النمره تعال نحط ارقام بسيطه نقدر نحسبها بدون اله حاسبه ونقول انا عندي خيط نمره 200 يعني هنا هكتب الايه الرقم على طول باختصار انا عندي خيط نمره 200 والخيط النمره 200 ده وزنه 20 جرام ده هنا نمره 200 تكس والوزن عندي 20 جرام تمام كده طيب هنا هو عايز ايه ما دام مديني نمره ووزن اكيد محتاج الطول ناخد الكلام ده ونعوضه في القانون ادي إيه المقص بتاعي دايما هتلاقينا بنشتغل مقص هنحط هنا التكس وهنحط هنا الالف ما بتتشالش من المكان ده هنحط هنا العشرين وهيبقى هنا الطول مجهول وهنا الطول طبعا لازم يكون حسابه بالمتر لو طلب مني حاجه غير المتر هنفهم ان شاء الله بنعمل الكلام معاها ازاي او بتتحول ازاي لكن تعالى هنا نقول بقى ان 200 تحت التكس تمام كده هنا بيقول لي احسب الطول هنا نقول له بقى الطول بالمتر طب لو طلب منك قول لي القانون هنقول له الطول بالمتر هو عباره عن الوزن بالجرام في الثابت على النمره الوزن بالجرام في الثابت على النمره، لو انا شديت شرطه الكسر كده ممكن اكتب القانون بالشكل ده، لكن انا بسهل على نفسي وبعمل ايه؟ باخد باخد من المقص واحط على طول على الكسر بتاعي. لكن لو انت في المدرسه الاستاذ بتاعك قال لك بالقانون وانت فهمت طريقه المقص تقدر تكتب له القانون من المقص، مش هتتعب كتير في تحديد او في وضع القانون عندك، فبالتالي انت حفظت شكل واحد وجبت منه ثلاث قوانين اللي هو قانون النمره قانون الطول قانون الوزن زي ما عملنا في الحلقات السابقه مع الترقيم الانجليزي كنا واخدين نمره واحده وشغالين عليها بنجيب منها ايه او قانون واحد بنجيب منه بقيه الحاجات اللي ناقصانا طب تعالى بقى هنا نبدا نعوض قلنا الاثنين المعلومين مع بعض مضروبين في البسط على اللي قصاده المجهول معنى الكلام يعني ال20 جرام هتتضرب في الثابت بتاعي اللي هو الألف. 1000 وهتتقسم على ال200 هنعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت برضو ادي صفرين مع صفرين هنا والاثنين على الاثنين فيهم الواحد بقى هنا عندي واحد الواحد هنا هيكون عشرة في الحاله دي عشرة في عشرة هتساوي مية. 100 المره دي بقى انا بحسب ايه بحسب طول يبقى المية دول هيكتب جنبهم متر الأرقام تشابهت مع المسألة اللي قبلها لكن كانت بتطلب التعويض في حاجة تانية خالص. في الحالة دي أنا عندي 100 متر هيكون وزنهم 20 جرام والنمرة بتاعتهم 200 والسبب بتاع ال 200 دي بيكون ال 1000، في الحالة دي أنا مش هنظر لل 1000 أنا كل هقوله أنا عندي خيط نمرة 200 طوله 100 متر وزنه 20 جرام. تمام كده؟ ده المختصر بتاع الجزئية. تعالى بقى نشوف العكس. تعالى نعمل حاجة تانية نحسب بيها حاجة تانية خالص. هنقول إيه بقى؟ هنقول إن عندي نمرة من الخيوط بتاعتي وزنها آه أنا المرة دي هبقى محتاج إن أنا أحسب الوزن فبالتالي هغير بقى، هنقول النمرة عندي هنا 200 تكس. هكتب كده 200 تكس. وآجي هنا بقى عند الطول وهقول 100 متر. عندي 200 تكس والطول 100 متر عايز احسب الوزن ما دمت انا مديك نمره ومديك طول يبقى اللي ناقصك ايه الوزن طب عموما هنسى ان دول موجودين وهبدا اعمل المقص بتاعي عشان اشوف هو فعلا عايز الكلام ده ولا بيتكلم في حاجه تانية هنحط التكس عليه 200 وهنحط الثابت بتاعي الالف مش متغير وهبدا احط ال100 المية. المية بتتحط تحت الثابت ادي المية. 100 واكتب جنبها ايه؟ متر وتحت ال 200 الوزن بالجرام وهنا هكتب الوزن غير معلوم في الحالة دي لما اجي احسب الوزن بالجرام هتبقى المية في ال 200 على الالف. 1000 يبقى النمرة في الطول او الطول في النمرة مش تفرق ان اتنين على خط واحد على اللي كان قصاد المجهول اللي هو الثابت في الحاله دي هيبقى اقول ايه بقى الوزن بالجرام بيساوي شد شرطه الكسر قلنا ايه 200 في 100 ادي ال 200 في 100 تمام كده قلنا على 1000 ادي ال 1000 اخترنا ارقام بسيطه عشان نحسبها بدون اله حاسبه التلات اصفار هيروحوا مع تلات اصفار من فوق هيتساوي 20 جرام مش انا كنت بحسب وزن طلعت 20 جرام معي كل الموضوع في النهاية ان انا ازاي احط الارقام وارصها واضربها على الالة او حتى لو كانت بسيطة زي اللي قدامي دي اقدر ان انا اعملها بالحسابات اليدوية واطلع الرقم بتاعي معنى الكلام ده ان كان عندي خيط نمرة 200 كان وزنه 20 جرام وكان طوله 100 متر، ما بعدناش كتير عن المسألة اللي قبلها، ما بعدناش كتير عن المسألة الأولانية كمان خالص كنا بنحسب على أساسها النمرة ووصلنا للشكل ده، يبقى هنا حسابات النمر بتاعتي والأوزان والأطوال ما زالت بسيطة، هنلعب لعبة تانية وهي التحويلات، يعني إيه تحويلات؟ يعني أولاً المسألة مش هتجيلك بسيطة بالشكل ده، كده هو بيقولك آه حل، لا ده هيبدا يجيب لك ايه يجيب لك الاطوال بشكل غير الطول اللي انت تعرفه الاوزان بشكل غير الوزن اللي انت تعرفه وواجب عليك ان انت تعمل تحويلات بس هنا التحويلات هتبقى مختلفه شويه طيب تتحط ازاي او تتعمل ازاي هنشوف الاول التحويلات وهنبدا نفهم هي هيتعمل فيها ايه انا عندي مساله بالتكس ولما جيت اقرا الوزن الموجود فيها لقيت الوزن عندي بايه لقيت الوزن عندي طالع بالاوقيه وانا ما عنديش حاجة تقول من جرام لأوقية مباشر فبالتالي هعمل تحويلة وسطية وهي تكون ال... بتحويل الرقم بتاعي او الوزن بتاعي لوزن تاني له علاقة بالجرام مش احنا خدنا في الحلقات الاولى من مادة التراقيم وقلنا انا عندي الرطل بيساوي كم جرام بيساوي كم اوقية بيساوي كم جرين بيساوي كم كيلو جرام دول الأربع أوزان المشهورين عندنا في المادة. طب عكسهم قلنا الجرام فيه كام رطل؟ الأوقية كام رطل؟ الجرين كام رطل؟ الكيلو جرام كام رطل؟ وعرفنا إن في منهم أعداد صحيحة وعكسهم بيكون كسر. الرطل عشرة جرام، الرطل 16 أوقية، الرطل 7000 جرين، الرطل هنا يكون فيه كسر، واحد على اتنين علامة 205 أو اتنين علامة 205 من 1000 تمام كده ده التحويل الاساسي من رطل لاي حاجه طب اعكس من جرام لرطل 1 على 453.6 من, من جرام معلش من من جرام لرطل اه مظبوط من اوقيه لرطل 1 على 16 من جرين لرطل 1 على 7000 من كيلو جرام لرطل هنا مفيش كسر اتنين علامة 205 وخمسة من الف تمام كده ده التحويل واحنا كتبناه المرة اللي فاتت ونقدر نكتبه مرة تانية بس المرة دي احنا هنكتبه بشكل مختلف واحنا بنحول تحويلاتنا للجرام انا هنا يكون عندي دايما الوزن بالايه بالجرام في الاساس انا محتاج الوزن يوصل في النهاية للجرام تعالوا هنا نقول انا هنا عندي وزن بالجرام انا طالبه بالجرام تمام كده بس لما جالي جالي بالأوقية هحوله الرطل ثم لجرام تمام عندي 120 أوقية من أوقية الرطل هقسم على 16 من أوقية لرطل واحد على 16 طب من رطل لجرام هضرب في 453 وستة من عشرة تمام كده يبقى دي ده اللعبه بتاعت اللي احنا بنتكلم فيها انا كده بقى عندي كام تحويله ثلاث تحويلات زاد عليا تحويله طيب لو قلت مثلا من جرين لجرام طبعا ده جزء لوحده من جرين لجرام هيقول لي ايه هيقول لي لازم يكون الرطل في النص تمام الجرين هنا عندي هيكون مثلا 200 جرين ده الوزن اللي رحت اوزن بالخيط الخيط ولقيته هحول من جرين لجرام ازاي مفيش مباشر بين الاتنين. لازم يطلع لي في النص مين الرطل يعني من جرين لرطل هقسم الرقم بتاعي على 7000 وارجع تاني اضربه في 453.6 وخمسين وستة من عشرة تمام عشان اقدر ان انا ايه احسب الحسبه بتاعتي وتطلع مظبوطه يبقى انا لازم هنا يكون في وسيط ما بين ايه ما بين الجرام واي نمره تانية طيب اصعبهم بقى اللي هو اتقلهم في حسابات الاوزان بس هنا هنلاقيه بسيط وهو الكيلو جرام كيلو جرام انا عندي 20 كيلو جرام عايز احولهم لجرام هو في وسيط بس ملوش لازمه ما الاثنين اصلا الكيلو عموما في رابط ما بينه وبين الجرام هو الكيلو جرام في كام جرام في الف جرام تمام كده فبالتالي يبقى انا هضرب ال20 دي في ايه في الف مش محتاج ان انا يكون في وسيط ما بيني وما بين الرطل في حاجه زي كده لكن اقدر احط الوسيط برضو كنت اقدر احط الوسيط بس طبعا في الجزئيه دي انا مش محتاجه هنا النهارده احنا اتكلمنا عن ترقيم التكس وخدنا فكره بس بسيطه عن ترقيم الدنيا ان شاء الله المره الجايه هنبدا نستكمل ترقيم الدنيار بس فهمنا وعرفنا ازاي نعمل التحو... الحسابات الخاصة بترقيم التكس حسبنا النمرة والوزن والطول وعرفنا شكل القانون الاساسي عندي اللي هو قانون المقص في الحلقة الجاية ان شاء الله هنستكمل الجزئية دي نخلي بالنا كل ما تحل اكتر كل ما هتقدر تكون فاهم ازاي تحط او تعوض في القوانين ويكون الموضوع بسيط جدا. المهم في النهايه ان احنا نقدر إن نكون عندنا المهاره دي. طبعا تابعونا على قناتنا على اليوتيوب قناه مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني وطبعا هتلاقوا تحت كل الحلقات الروابط الخاصه بقطاع التعليم الفني سواء كان الفيسبوك او التليجرام الخاص بينا او حتى منتديات قطاع التعليم الفني هتلاقوا عليها كل الشروحات الخاصه بالتعليم الفني بالكامل وفي النهايه طبعا بتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.